أكدت الحكومة أن الموازنة العامة للدولة حققت أداءً متوازناً خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2023-2024 في الفترة من يوليو وحتى ديسمبر الماضيين، حيث تم تسجيل فائض أولي كبير ب 150 مليار جنيه مقارنة ب 25 مليار جنيه عن ذات الفترة من العام المالي الماضي. كما أكدت الحكومة رفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتعظيم الإيرادات وترشيد الإنفاق العام بالجهات الموازنية والهيئات العامة الاقتصادية ووضع دين لأجهزة الموازنة في مسار نزولي. أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وضع حجر الأساس لمصنع صيني لتصنيع الأجهزة المنزلية والمبادلة الحرارية المتنوعة داخل نطاق المطور الصناعي في المنطقة الصناعية بالسخنة باستثمارات 12 مليون دولار. أكدت المنطقة الاقتصادية أن المصنع يقام على مساحة 26 ألف متر مربع، يوفر نحو 300 فرصة عمل، 90% منها للعمالة المصرية. من المقرر أن تنتهي أعمال الإنشاء للمشروع خلال 9 أشهر. وقال رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين إن تدشين المشروع هو دليل على تكامل الرؤى بين مصر والصين في مجالات التنمية الاقتصادية، بما يحقق الإفادة لشعب البلدين. أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم من نهاية جلسات الأسبوع بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوع بمعاليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين نحو البيع وسط تداولات كلية بلغت 4.4 مليار جنيه. هذا وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات 10 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.886 تريليون جنيه. هذا ارتفع مؤشر إيجيكس 30 بما نسبته 32% ليغلق عند مستوى 26842 نقطة. كما زاد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة AJX 70 متساوي الأوزان بنسبة 1.21% ليغلق عند مستوى 6334 نقطة. وصعد مؤشر AJX 100 متساوي الأوزان بنسبة 1.11% ليغلق عند مستوى 9000 نقطة. في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط مع توقعات أوبك بنمو قوي بشكل نسبي في الطلب العالمي على النفط على مدى العامين القادمين. ارتفعت العقود الأجلة لخام برنت بنسبة 3% لتصل إلى 78 دولار و16 سنتا للبرميل. كما زادت العقود الأجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بما نسبته 2% لتصل وتحقق ما قيمته 72 دولار و9 سنتات للبرميل. ارتفعت أسعار المازوت عالميا هي الأخرى بما نسبة 1.2% لتحقق 2.63 دولار للتر، فيما زادت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 1.5% لتسجل 2.83 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. رفعت وكالة الطاقة الدولية مجدداً توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في العام 2024 استناداً إلى تحسن النمو الاقتصادي وانخفاض أسعار الخام في الربع الرابع من العام الجاري. توقعت الوكالة أن يصل الاستهلاك العالمي للنفط إلى 1.24 مليون برميل يوميا في عام 2024، بما يشكل ارتفاعا قدره 180 ألف برميل عن توقعها السابق. وعزت الوكالة الزيادة إلى حد كبير إلى توسع الصين في قطاع البتروكيماويات.